القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم نفعهم لهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحييها بلى يقول خلاق عليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء